لما رجعت من تركيا لأولي ولادي على السيارة شالتهم أمي وجابتهم لعندي، قاموا نزلوني حطوني بالأرض. يعني ولادي فرحوا لما شافوني، ماما ماما. أجيت عندي الولد الكبير بيشدني بيقول لي ماما قومي قومي. بقول له يعني هذا يعني موقف كثير صعب. يعني لما شدني وقلت له ما أحسن قوم، حضنته وصرت أبكي. يعني شلون كان قبل يشدني وقوم لما رجعت من تركيا. يعني كثير والله احترق قلبي عليهم. يعني شلون هيك اجى بده يعني يشدني من ايدي اللي امي واقفه يا الله امشي وانا ما احسن امشي. يعني كثير هذا الموقف صعب. الله لا يورجي لحدا كمان. لأنه ما في دين، لأنه ما عاد أنفعه. يعني ما بقول غير الله لا يسامحه. يعني ليش هو لا يتركنا أنا وجوز، يعني أنا وولادي ليش لا يتركنا؟ يعني هدول ما أولاده كمان؟ زتني أنا وولادي ما بقى يعترف علي ولا بأي شيء. بدي الدعم يعني لألي مشان أحسن أشتري لأولادي. بدي يعني بدي خيمة أعيش لحالي، يعني حطها وحط أولادي فيها. بدي مثلا يعني صوبة، حطب، يعني كتير شغلات عايزتها أنا ما أحسن أشتريها. يعني مشترى ما أحسن أشتريها. من وقت اللي تصاوبت لحد الآن أنا عند أهلي وهو يعني ما أجل عندي ولا راح ولا أبدا.